سامعني كده؟ هلخص لك، هلخص لك يبقى هلخص سامع لك اه انا هلخص لك دلوقتي الغذاء لعلاج الكسور. الكالسيوم مطلوب ان احنا ناخده عن طريق الاكل بتاعنا، او ناخده عن طريق الاقراص، ويكون تركيزه 500 مرتين يوميا. ده كده ما نزيدش عن الجرعه دي ولا نقلل عنها، ده دي الجرعه اليوميه المفروض ناخدها، سواء كانت من الاقراص او ناخدها عن طريق منتجات الالبان والبروتينات. ولو هنركز في البروتينات نركز في الاسماك، لا نركز مثلا في الاسماك، وخصوصا الاسماك اللي بتحتوي على دهون الاحاديه عديمه التشبع، زي بنتكلم عن سمك الماكريل والتونه، وسمك الماكريل والتونه، والمكسرات زي الجوز واللوز والفندق، والبذور زي بذور الشيا. دي كل الدهون دي ناخدها يوميا تكون موجوده معانا، عشان نزود الماده المواد الغرويه اللي ما بين العظم وبعضه. محتاجين فيتامين د لازم يكون موجود عندنا يوميا. ممكن ناخد فيتامين د موجود في الصيدليات عندنا، فيتامين د، فيتامين د موجود، ممكن يكون موجود في الصيدليات عندنا، او ناخده من خلال ان احنا نتعرض لاشعه الشمس لمده نص ساعه يوميا. الفوليك اسيد نجيبه على هيئه حبوب، او نجيبه مثلا وليكن على ناخده من خلال مثلا وليكن من خلال مثلا الطماطم، افضل مصدر للفوليك اسيد نقدر ناخد من الطماطم، نحط الطماطم في طبق السلطه بتاعنا. لو عايزين ناخد، مضاد للالتهابات طبيعي، ممكن ناخد الكركم، ممكن نجيب الكركمين مضاد للالتهابات طبيعي، ممكن تجيبه من اي صيدليه، او تاخده تحطه من خلال الاكل بتاعنا. تحط الكركم مثلا، تحاول تحطه في كل الاكل بتاعنا، او تحطه على طبق السلطه، او تحطه في اي شيء، بحيث ان احنا يكون عندنا مضاد للالتهابات طبيعي. والف سلام عليك. الف سلام عليك. قلت حبيبي مشكور يا دكتور على المعلومات الحلوه، وانا عملت لك فولو وتشرفت بيك بين الاصدقاء، والف الف شكرا على المعلومات اللي عن جد حلوه ومفيده. الله يسعدك، ربنا يحفظك، انت شخص محترم، مع ربنا بيزونا مع الناس المحترمين. الله يبارك فيك. الله تسلم يا رب. امين يا رب، امين. الله يسعدك، الف شكرا. في رعايه الله. السلام عليكم. في امان الله.